بالنسبة لتكملة الكلوتين، احنا الفيديو اللي فات قلنا التو باس ويز انترانسيف واكسترانسيف وقلنا الملاحظات بتاعتنا. هنا في الفيديو ده انا عايز اركز على حاجه، على الاكشن اوف ثرومبل. فلو جينا عملنا زوم في الحته دي، انا حطيت الثرومبل في دايره عشان اعرفك الاكشنز اوف ثرومبل كتيره. اول حاجه الثرومبل بيعملها بيساعد البليتلت اجريجيشن. لو تلاحظ حاجه، زي ما الدنيا دي مبنيه على المصالح بين البشر، جسمنا برضو في الحته دي البليتلت ساعدت في الكلوتين بشكل غير مباشر. فاكرين لما قلنا نابوند الفايبرنت ستريس وان هي ريليز فاكتور 13، برضو زي ما ساعدت ثرومبين بيرد لها الجنين. لو انا هساعدك في الابليجيشن، ليه انا بدات بيه دي رقم واحد؟ لان دايما الطب عارفين ثرومبين، عارفين الكلام ده، ان هو بيحول الفايبرينوجين الى فايبر، والفايبرين بي يبقى ستريس مونومر الاول، وبعد كده ستريس، وبعد كده كراسلي. جيت على الثرومبين قلت لك ايه؟ في الكلوتين ينشط، بصوا للزوم بقى، 5 و 8 و13. دايما الطلبه عندهم مشاكل في حفظ الارقام. يا دكتور الارقام كتير في الكلوتين باسويه، الموضوع ما فيهوش فهم صعب، صح؟ لكن ازاي الارقام دي ما انساهاش؟ بطريقه بسيطه جدا. هو بينشط فاكتور 5 وفاكتور 8. 5 زائد 8 تساوي 13. ملاحظين زي فكره الفيديو اللي فات، 3 زائد 7 تساوي 10. الرقم اللي هيطلع من الايكوال او الصم هو ده اللي هنعمل له الاكتيفيشن. تمام؟ بالاضافه ان الثرومبين ليه دور في الانتي كلوتين. السؤال ده بقالي سنين بتساله، دكتور ازاي الثرومبين يساعد على الكلوتين ويمنع الكلوتين؟ قلت له الكلام ده ما بيحصلش في وقت واحد. يعني انت دلوقتي عورت واتقطع الفيسل قطع كبير، لازم تعمل فايبرين ستريس او تعمل تبرد اللي يساعد على ده الثرومبين. خلاص انت عايز الجرح ده يلم والقشره تدوب وتقع، الثرومبين اللي ساعد على الكلوتين فيما بعد هيعمل العكس. زي ما بيقول من افسد شيء عليه اصلاحه. انا معاكم ان الكلوتين ما كانش افساد، كان تصليح، كان هيموستيزس انت عملته لاداء مهمه معينه، فيما بعد هتعمل العكس. طيب ايه العكس بقى؟ الثرومبين عشان يدوب الجلطه، في عنوان في الكتاب اسمه فايبرينوليتيك سيستم، من اسمه باين ليتيك، يكسر شبكه الفايبر. في سنه من السنين دكتوره فاتن قالت لهم جيب اكونت اون كلوتينج ديزولفينج سيستم، ازاي الجلطه تدوب سواء كلوت ديزولفينج او فايبرينو ليتك. الاجابه واحده، ان الثرومبين بيحول بلازمينوجين الى بلازمين. وتعالوا نفهم الفكره دي، انا هرسم لكم رسم دلوقتي على البورد مش عليك، بس عشان تتخيل الحته الرخمه يا جماعه. ده الليفر وده الفيسل اللي اتقطع قطع كبير، ده اللارج كات مكان ايه ده؟ ده اللي عايز اخلي فيه شبكة الفايبر. عملت شبكة الفايبر اهي وقفلت الكات، وعايز دلوقتي ادوب الكلات او اعمل انتي كلات. سنة الثرومبين هتقدر تعمل العكس؟ قال اه. والنبي هتعمل ايه؟ يجي الثرومبين اهو يروح للليفر، ودي ستيب نمبر 1، اكتيفيت الليفر، يقول له يا ليفر انت جواك ماده ان اكتف، ماده غير نشطه اسمها بلازمينوجين، واي حاجه اخرها جن معناها ان اكتف. طيب البلازمينوجين ده انا عايز احوله الى بلازمين، لما يتحول لبلازمين يخرج من الليفر ويبقى حر، ده هنا كده في البلازما، الحته دي البلازما، ويروح البلازمين. تابعوا معايا بقى هنا،
بلازمينوجين. ده بلازمين. بلازمين يعمل ايه؟ دايجست ذا فايبر وفاكتور واحد. خلاص انا رحت لغايه الفايبر دي السنه الثانيه، الخطوه الثانيه. انا رقمت لك الاحداث، الليفر اشتغل، عمل لي البلازمين، البلازمين راح لشبكه الفايبرين وكسرها. عشان كده في الكتاب، وهعمل زوم على الكلمه، قالوا على البلازمين ليه اسم تاني، فايبرينو لايسين. ما هو لايسس يعني كسر، كسرت الفايبر الى حاجه اسمها فايبر ديجريديشن برودكت. كلمه ديجريد يعني حل، او اسمها تاني فايبرين سبليت برودكت. كاننا شقينا الفايبرين اكتر من حته، قطعناه لسريات صغيره قوي وفقد قيمته تمهيدا انه يقع. وكمان دايجست الفاكتورز اللي ساعدت على الكلوت. ده دورك يا سرومبن. طيب سرومبن عمل كده بشكل مباشر، ده دايركت. ليه طريقه ثانيه؟ سرومبن قال انا هعمل اكتيفيشن للبروتين سي. هنعمل زوم للحته دي. بمعنى ايه؟ بروتين سي ده بروتين يا جماعه بيطلع من الليفر ناتشورال ان فيفو انتي كواجلنت. السؤال ده على فكره بيجي دايما نظري، مين هم الان فيفو انتي كواجلنت اللي جسمك بيعمله؟ وهنقولها في الصفحه دلوقتي. السترومبن ستيميوليتد بس عشان ينشط الليفر، انا مش هروح للليفر لوحدي، انا هروح ماسك مع بروتين تاني اسم ثرومبو موديولين. كلمه موديوليت معناها يغير من وظيفتي. طول عمرك يا ثرومبو بتعمل اكشن، عايز تعمل حاجه جديده يبقى لازم واحد يعمل لك تشينج. ثرومبو موديولين اكتيفيت بروتين سي. ايه دور البروتين سي؟ شوفوا ابداع وعظمه ربنا. بروتين سي يقلل من نشاط 5 و8. تعالوا نفكر من الفيديو اللي فات لو فاكرين، 5 و8 اكتيفيت 10. طالما 5 و8 ما اشتغلش يبقى 10 ما اشتغلش، يبقى ما تحولش البروسترومبن للسترومبن، يبقى ما تحولش الفايبرينجن الى فايبر، يبقى انت كسرت شبكه الفايبر. يبقى كده السترومبن بيتصرف بكذا طريقه، بلازمينوجين للبلازمين وهنا عملناها، واكتيفيت بروتين سي. ده مش بس كده، بصوا مطلع سهم كمان على السترومبن. عشان كده لما جيت عملت الورقه دي حسيت ان السترومبن هو محور الاحداث، عامل زي فاكتور 10. ودايما في الكتاب مكتوب متفرق مش متجمع. كل الاكشنز في السترومبن دي تيجي لك سؤال نظري او ام سي كيو. السترومبن مع الانتي سترومبن 3 بيشغل الهيبرت. على فكره يعني ايه؟ الانتي سترومبن 3 يتفاعل مع الهيبرت، والهيبرت ده ناتشرال انتي كواجلنت طالع من كذا مكان، هنقوله النهارده مهم قوي. الهيبرت ايه دوره؟ انه بيقلل كلوتنج فاكتورز 9 10 11 12 علشان ما تحفظش. هقول لك طريقه سهله، الهيبرين بيقلل نشاط اخر 4 كلوتنج فاكتورز. استثني طبعا دايما 13 ده اللي يثبت الشبكه. في النهايه مفيش دواء او حاجه بتيجي على فاكتور 13 خدها قاعده، مفيش. يبقى اول ما اقول لك اخر 4 تبتدي ايه؟ 12 10 11 9 ابتدي تستنى. تمام. مش بس كده، سترومبن قال انا علشان اعمل انتي كلوتنج مش انا لوحدي اللي عملت الكلوتنج. قلت له يعني ايه؟ قال مش الكلوتنج ده ليه انترانسك واكس ترانسك باسواي وانا اللي كملت الصوره؟ قلت له اه. قال لي خلاص، يبقى لازم كل ممثل
للباسوي يساعدني في النهايه على الفايبرينو لايسس. فاكتور 12 بدايه الانترنسك باسوي. قال له انت ابتديت الانترنسك، تعالى معايا. والتيشو دامج اللي هو الاكسترنسك باسوي، الاثنين دول مع بعض مع السترومبين، الاثنين دول عملوا ايه في البلاز ميرجن اكتيفيشن. عشان كده الثلاثه دول سترونج فاكتور 12 تيشو دامج هسميهم بلاز ميرجن اكتيفيتورز. وفي كلمه عايز اقول لك عليها، بلاز ميرجن اكتيفيتورز دي في حقن ممكن تاخدها تدوب الجلطه، ستريبتو كاينيز، وفي حاجه شبهها يورو كاينيز، ودي دكتوره فاتن تجيبها دايما في ام اس سي. في جمله رخمه في الكتاب الطلبه ما بتبقاش فاهماها، اللي هي ايه؟ انت بتقول ان البروتين سي يساعد على انتي كلوتينج. طب انا هسالكم سؤال من غير حفظ، تعالوا نفترض ان البلازمينوجين اكتيفيتور في انزيم بيحاول يوقفه، يبقى انا كبروتين سي اخلي بلازمينوجين اكتيفيتورز تبقى انهبيتد؟ لا، عشان كده الكتاب قال ايه على البروتين سي؟ انهبيت زي انهبيتورز اوف بلازمينوجين اكتيفيتورز. زي ما نقول دايما نفي النفي اثبات. انا منعت الحاجه اللي بتوقف شغلك يا بلازمينوجين، يبقى انت اشتغلت. نيجي بقى للصفحه دي، انتي كلودنج سيستم. جاي لك السؤال في الحته دي ايه؟ اشرح الفاكتورز اوف انتي كلودنج. وممكن مش اشرح، انيوميريت قاعده لاي طالب قلناها في فيديو الانترودكشن. لو قالت لك انيوميريت او ليست او منشن اسماء فقط بدون شرح، اذا شرحت مش غلط بس هتاخد من مده. سؤال اخر، عندنا نشا، ليه جنبنا في الطبيعه ما بيجلطش؟ فكرت الفكره، جيت من عند الاندوسيليم، بصوا بقى معايا في الفيديو، طلعت منه كام سحاجه؟ اربع حاجات. كتاب الاسم للاسف حط تسعه فاكتور لمنع الكلوتنج، التسعه ما حطهمش بترتيب منطقي. فانا قلت نجمع اندوسيليم، سموث اندوسيليم بيمنع الانترنسك باسوي. طول ما الاندوسيليم بتاعك املس او ناعم، كلوتنج فاكتورز ما تقدرش تتجمع عليه. رقم اثنين، جلايكو كالكس، الاستراكشر بتاع الاندوسيليم في نوع من البروتين اللي هو جلايكو بروتين وكالكس اللي هو كالسيوم. الاثنين دول جلايكوش او كالسيوم بيطردوا الكلوتنج فاكتورز، ريبال الكلوتنج فاكتورز، لا ما تتجمعيش عندنا. الثالثه بروستا سايكل قلناها. الرابعه سرومو موديولين، فاكرين قلناها اللي اكتيفيت الثرومبين عشان اكتيفيت الليفر انه يصنع بروتين سي، وقلناهم مع بعض دول اربعه فاكتورز. جيت عند البروتين سي، لو بصينا بالسوق عملت سهم نازل، وقلت بروتين اس، يعني بروتين سي لا يعمل بمفرده، بيشتغل بمساعده بروتين اس ككو فاكتور. طيب غير دول عندي رابد بلاد فلو، دم عندنا ماشي بسرعه، ان اكتيفيتس كلوتين فاكتورز، اي نعم موجودين في الدم بس مش شغالين. كل دول النشا كده. انا قلت كام حاجه؟ اربعه اندوسيليم، واحده رابد بلاد فلو، انا قلت خمسه، وقلت بروتين سي السادسه، كمان انا هقول انتي كواجولانتس. تيجي في عنوان الانتي كواجولانتس وتقسمه ان فيترو وان فيفو. ان فيترو اللي هو بره الجسم، سيتريت اوكزاليت هيبارين، في حقن هيبارين. طب ايه السيتريت؟ كلكم عارفينه، في
في الاي اس ار كنا بنحط على البلط اللي بيتساب لمده ساعه سيتريت، وقلنا النسبه بلط سيتريت 4 الى 1. السيتريت ايه دوره؟ دي ايونيزيشن اوف كالسيوم. معنى الكلمه دي ايه؟ قوه الكالسيوم دايفيرنت عليه تو بوزيتيف شارجز. انا بشيل البوزيتيف شارج من الكالسيوم بضعف كالسيوم بيضعف، فاكتور 10 ما يشتغلش، فما فيش كلوتنج باس واي هيعمل. طيب يبقى دي مهمه. الاوكزاليت بريسيبيتيت الايونايزد كالسيوم. طالما رصدنا الكالسيوم معناه ان هو ان اكتيفيتد. والثالثه هيبر، قلنا الهيبر بيقلل اخر اربعه فلوتنج فاكتور 9 و10 و11 و12. نيجي بقى لاخر جزئيه في الصفحه دي، الانفيفو انتي كوالنت. كتاب الاسم كان قال اثنين وعامل مقارنه ما بينهم. لو جالك سؤال نظري في اخر السنه اشرح الانفيفو انتي كوالنتس، لازم هتقول هيبرين وكومارين ودي جدول المقارنه، والثالثه بروتين سي والكوفاكتور بروتين اس. دايما الطلبه في سؤال الانفيفو انتي كوالنت ينسى بنسبه 99% بروتين سي. طيب مقارنه بين هيبرين وكومارين، اول حاجه الاوريجن، ده انيمال اوريجن وده بلانت اوريجن. الروت، كلمه الروت تديه ازاي؟ الهيبرين انجكشن، اما الكومارين في منه اورال. كلمة أنصت، أنصت معناها إمتى يبتدي في شغله؟ لو حققتك هيبرين ده رقد، التاني العكس. خدها قاعدة من غير ما تحفظ، أي حاجة بتتاخد إنجكشن في الدم هتعمل مفعول أسرع من حاجة أول. طالما قلت أنصت يبقى وراها كلمة إيه؟ ديوريشن. طالما أنا بشتغل بسرعة يبقى باخد وقت قليل، شورت، التاني لونج. أهم كلمة بندور عليها في المقارنة بالاثنين، هيبرين خارج من ماسك السلس اوف ذا لونج وبيزوفيلز. السؤال ده دايما بيجي ام سي كيو. One of the following anticoagulant released from the basophils هي هيبرين. وهنقول البيزوفيلز في الفيديو الأخير بالتفاصيل في عنوان الوايت بلاد سيلز. طيب اخر صفحه عندنا abnormalities of hemostasis. يا اما المشكله عندك في الفيسل وول والبليتلس، يا اما المشكله في الكلوتك. وعشان اجابتك تبقى اجابه صح دايما لما اقول abnormality قبل ما تبص على الورقه لازم تعرف ان في احتمالين ما لهمش تاني. يا اما الابنورمالتي معناه هيموستيزس ما بيحصلش بكفاءه خالص، او حصل بشكل مبالغ فيه، يا اما هايبو فانكشن او هايبر فانكشن. طيب لو حصل بليدنج ديزيز العين في البلاد فيسل ديفكت، فاكرين الفيديو التاني قلت حاجه ان الفيسل وول في ماده من اسمنت اسمها كولاجين. اهو الكولاجين ده او الاسمنت معمول من فيتامين سي. طب لو فيتامين سي قل مرض السكرفي. طب البليتس ايه عيبها؟ ثرومبوسايتوبينيا يعني عدد بليتت كاونت قل، او ثرومبوسايتوباسيا موجوده نورمال كاونت بس نوت فانكشن. جيت على الاثنين دول بالزوم عملت المقارنه، سبب كل واحد منهم الثرومبوسايتوبينيا اوتو اميون، جسمك اتجنن وبيطلع انتي بادز بتهاجم بليتس، او السبلين عندك تضخم وبياكل البليتس. كل دول ثرومبوسايتوباسيا. يا اما اسبرين اوفر دوز، الاسبرين يا جماعه بيعمل بليدنج تندنسي وبيقلل ثرومبوكسين A2 فورميشن، او يقلل VWF ورينال فيلر. طيب الاثنين
تلاحظوا الجزء ده كله بيفكرك بايام العمل. السؤال المشهور اللي عملناه في فيديو البليدنج تايم، امتى يطول البليدنج تايم عن النورمال؟ اهم حاجه لازم تقولها في الاجابه نورمال كلوتنج تايم وبرولونجد بليدنج تايم. كلوتنج تايم نورمال لان الكلوتنج تايم يعتمد على كلوتنج فاكتورز، وفي المرض ده هي نورمال. نيجي بقى امتى الكلوتنج تايم يطول؟ ليفر ديزيز، فيتامين كي ديفيشنسي، والثالثه هيموفيليا. واول ما تقول مرض هيموفيليا لازم تقسمه A و B و C. A سببها نقص كلوتنج فاكتور 8، B نقص 9، C 11. يا جماعه دايما الاجابه لو فيها تنظيم بتريح الدكتور. عنوان رئيسي وعناوين فرعيه. اخر جزئيه انترا فاسكولار ثرومبوزس. المره دي مش المشكله ان مفيش كلوتنج، لا، الكلوت بقت عامله زي كلاكيع ساده البلاد فاسلز، انتشرت في كل الفاسلز. هنسميها اسم مهم، ديسيمينيتد يعني منتشرة، انترا فاسكولار كوابيولوباسي. دايما دكتورة فاتن تجيبها في الام سي كيو بالرمز ده، ديسيمينيتد انترا فاسكولار كوابيولوباسي. هنقولها في فيديو الفاسكولار بالتفاصيل، ودي اسبابها يا اما بلاد فلو قليل، يا اما الانتيما Observation wall is damaged بسبب مرض اسمه اثيروسكليروسيس. بالمناسبة دكتور شكري السنة دي في امتحان العمل طلبة كتيرة دخلوا له، أنا بلقي الكلام طلبة هم اللي قالوا لي، طلبة دايما يقولوا له اثيروسكليروسيس سببها loss of elasticity of aorta. كان بيزعل جدا، قالوا لي يا جماعة المشكلة مش في الإلاستيك فايبرز، المشكلة في الانتيما، ده طبقة من طبقات الفيسل وول. ودي احنا بنقولها دي سؤال عملي ممكن يكرره في امتحان الشفوي، لأن احنا الفسيولوجي عندنا عملي مش عملي هسألك نظري، فيعني احنا عندنا فكرة محسومة. وآخر سبب في الكلوتنج هو اكسسيف تيشو damage.